أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف التاسع، لدروس جديدة من دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. أهداف هذا الأسبوع يستخرج الطالب الأسماء موصولة من جمل ونصوص، أيضا يستخدم حروف العطف في جمل مفيدة، ويستكشف الطالب مفهوم القصة. الأسماء الموصولة، يمكننا تعريف الاسم الموصول عزيز الطالب على أنه عبارة عن اسم يدل على شيء محدد مذكور قبله، والجملة التي تأتي بعد الاسم الموصول تسمى صلة الموصول، ولا يتم معنى العبارة إلا إذا تم ذكر صلة الموصول في الجملة. يمكن أن تكون جملة صلة الموصول جملة فعلية أو جملة اسمية أو شبه جملة جار مجرور أو ظرف. الجملة الاسمية مثل قول الله تعالى في كتابه الكريم: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. والجملة الفعلية مثل تلك الفتاة هي التي نجحت. شبه الجملة الجار والمجرور مثل قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن. هل غادرت الطالبة التي عندكم؟ إذا عزيزي الطالب، أنواع الأسماء الموصولة هي أسماء موصولة الخاصة بحيث يختص كل واحدة منها بنوع من الناس أو غيره: الذي المفرد المذكر العاقل وغير العاقل، اللذان الذين المثنى المذكر عاقل أو غير عاقل، الذين للجمع المذكر العاقل، التي للمفرد المؤنث، اللتان للمثنى المؤنث، اللائي للجمع. الأسماء الموصولة العامة المشتركة هي التي يستوي لفظها مع المذكر والمؤنث والمثنى والجمع. من اسم موصول العاقل، ما اسم موصول لغير العاقل، وال اسم الموصول للعاقل وغير العاقل. تعريف صلة الموصول هي الجملة التي تأتي بعد الاسم الموصول لتعرفه وتتم معناه وتبين المقصود منه. قد تأتي على شكل جملة فعلية، قال تعالى في كتابه: اعبدوا ربكم الذي خلقكم. أيضا مثال على شبه جملة جار مجرور، قال تعالى: لهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وهل سافر الضيف الذي عندي. حروف العطف، الحروف العطف عزيزي الطالب في اللغة العربية معان كثيرة غير المعنى الرئيس الذي يتبادر للذهن فور سماع أي حرف منها. الواو هي أحد الحروف العاطفة، وهو أكثر انتشارا وشهرة، وهذا الحرف يفيد الجمع من حيث المعنى، أي جمع شيئين في حكم واحد، فتعطف الواو الشيء على مصاحبها، أو تعطف الشيء على ما يلحق به. أيضا الفاء هي ثاني حروف العاطف، عندما ترد الفاء عاطفة في الجملة فإنها تفيد ثلاثة أمور، وأول هذه الأمور هو الترتيب، وهذا الترتيب يقع على نوعين: أحدهما معنوي يكون بعطف شيء على شيء، وذلك على نحو جاء زيد فعمرو، والآخر ذكري والذي يكون بعطف المفصل على المجمل عفوا، وذلك أيضا صلى الرجل فقام وركع وسجد. والأمر الثاني الذي تفيده الفاء فهو التعقيب، والتعقيب يكون لكل شيء بحسبه، وذلك على نحو دخلت مكة فالكعبة. الأمر الثالث الذي تفيده الفاء العاطفة هو السببية، وذلك إذا ما عطفت الفاء جملة أو صفة، ومن أمثلة مجيء الفاء السببية لعطفها هي في قوله تعالى: فوكزه موسى فقضى عليه. أيضا من حروف العطف ثم هو حرف يحمل معنى الترتيب مع التراخي في الزمن دون تعقيب، وذلك طلعت الشمس ثم ذهبت إلى العمل، فطلوع الشمس حدث أولا ثم الذهاب إلى العمل ثانيا، لكن هناك فاصلا زمنيا بين الأمرين ولم يتعاقبا. حتى تكون حرف عطف تأخذ عمل الواو وتكون بمعنى انتهاء الغاية، وذلك على نحو جاء الرجل حتى خيولهم، وتختلف حتى الواو عن الواو في ثلاثة أمور: فالأول أن للمعطوف حتى شروط ثلاثة، أحدها أن يكون ظاهرا غير مضمر، والثاني أن يكون جزءا مما قبله، والثالث أن يكون غاية لما قبله، حتى إما في الزيادة أو في النقص. أو هو أحد الحروف العاطفة، وهذا الحرف يفيد عدة معاني، في الأول الشك، والثاني على نحو جاء أحمد أو زيد، أما الثاني فهو الإبهام، وذلك على نحو أنا وإياكم لعلى هدى. والفرق بين الشك والإبهام يكون من جهة المتكلم. يتخذ الناس عزيز الطالب القراءة هواية لهم، إلا أنها مهارة تتعدى كونها هواية، فالقراءة تمارس مختلف المجالات بهدف فهم النص، وهو نشاط أو مهارة للحصول على معلومات من مصادرها، وذلك عن طريق فك رموزها للوصول إلى المعنى المراد. فعند ممارسة القراءة يحصل الإنسان على مهارة تركيز الانتباه وتوجيه المعلومات نحو الهدف، كما أنها عملية تفكير نشطة تعطي لمستخدمها قاموسا من الكلمات التي تساعده على تطوير فهمه لما يقرأ، إذ أن الفهم عبارة عن عملية يجريها القارئ بشكل متعمد، وهي عملية نشطة وتفاعلية تحدث قبل
وأثناء وبعد قراءة الشخص لنص معين. وتتضمن القراءة ثلاث مراحل، هي مرحلة ما قبل القراءة، ومرحلة أثناء القراءة، ومرحلة ما بعد. شاكرة لكم أعزائي الطلاب حسن استماعكم.